تصريح عمله تعرفين ان انتخابات اتحاد الكوره فيها قائمتين، قائمه بيقودها جمال علام، قائمه بيقودها محمد ابراهيم، مع حفظ الالقاب للاثنين. يعني الراجل بتاع القائمه الثانيه محمد ابراهيم عمل تصريحات ضرب، بص زي اللي بيضرب نار في الهواء. قال لك انا اول ما همسك الاتحاد، هو بيبسط يعني الناس يعني، فبيبسط الانديه، ان طبعا هو شايف ان الناس مخنوقه من كارلوس كيروش، وشايف ان كارلوس كيروش في كاس العرب لعب لعيبه جديده، وطارق حامد مش موجود، ما اعرفش بيستقصد قفشه مع محمد شريف اللي هو حواديت قالوا زمالك بقى. فقال لك ازيط، انا كمان في الزيطه يعني. قال لك انا اول قرار هاخده همشي كيروش المدير الفني للمنتخب واجيب حسام حسن. يعني اذا كنت انت عايز تدير الكره المصريه مش ممكن تقول تصريح زي ده يعني. يعني حتى لو انت عايز تعمل كده ما ينفعش، والمنتخب داخل على كاس امم، والمنتخب عنده معسكر قريب، والمنتخب كلنا مفترض نزحف وراه ونسنده ونقف معاه، حتى لو مش عاجبنا اختيار لكيروش او عاجبنا اختيار لكيروش، لكن مفترض كلنا بنعمل ايه، بنتكاتف، ده الطبيعي يعني. لكن الراجل ضرب الكرسي ده على طول في الكلوب، دخل احمد مجاهد قام مكلم الراجل قال له لو سمحت، لو سمحت ما تجيبش سيره المدير الفني للمنتخب، قول زي ما انت عايز، اتكلم في الاتحاد واتكلم في الخطه بتاعتك وقول هتعمل ايه وخد راحتك في كل حاجه، وانا بقى في دي مع احمد مجاهد، لكن ما تتكلمش على المدرب، لان المدرب مش فاهم يعني ايه قايمتين ويعني ايه القايمه دي هتعمل ايه. هو الراجل المدرب هيصدق ان محمد ابراهيم ده ممكن يبقى رئيس اتحاد كوره؟ يعني كيروش لما تقول ده مرشح لرئاسة اتحاد الكورة بيقول هذا الكلام، والله العظيم هيصدق كيروش ان ممكن الراجل ده يجي بجد، ويعني هيفتكرنا احنا في الانتخابات بنشتغل بجد، يعني هيفتكر انتخابات اتحاد الكورة دي بجد. فطبعا وكلم برضو الجمال علام وقال له نفس الكلام احمد مجاهد، يعني قال لهم اهدوا شويه كده، الفتره اللي جايه محتاجه هدوء لغايه ما نسلمكم الاتحاد يوم 5 يناير، ويكون المنتخب خلاص في معسكره وهيتجه بعدها بيومين، عارفين ان 5 يناير هيستلموا الاتحاد القائمه اللي هتنجح الانتخابات. يعني هل هو المنتخب مسافر يوم 7، بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه، ما عندناش خالص اي مشكله.